في غضون ذلك وصل وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس إلى الأراضي الفلسطينية قادما من الأردن، حيث التقى العاهل الأردني الملك عبد الله. التقى المسؤول الفرنسي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حاملا مبادرة لتحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مبادرة لم يكشف عن تفاصيلها بعد، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي قابلها بالانتقاد اليوم إذ رفض ما أسماه بالإملاءات الدولية، مضيفا أن الاقتراحات الحالية لا تأخذ احتياجات إسرائيل الأمنية في الاعتبار. ويلتقي فابيوس نتنياهو لاحقا اليوم.